بما انك ابتديتي بالتفاؤل وبالسعاده وبالامل، يمكن امبارح كلنا عشنا يوم جميل كان كله امل، ويعني زرعه خضره كده بترعرع وجميله. كلمنا امبارح عن ابنائنا خريجي اكاديميه الشرطه، النهارده هنواصل كلامنا عن لحظات جميله كلنا بنعيشها. دايما بنستنى شهر 7 لان بنعيش اللحظات دي دايما في شهر 7، واحنا بنشوف ابناء مصر بيتخرجوا من الكليات العسكريه مصانع الرجال. بعد قليل برضو هقول لكم زي امبارح، مش فتره طويله قوي، قليل قوي، هنكون على موعد جديد مع حفل تخرج دفعات جديده من الكليات العسكريه، هيكون ان شاء الله في مقر الكليه الحربيه. الحقيقه احتفالنا السنه دي احتفالين، يعني جت صدفه كده انها جت باحتفالين. الاول بنشوف دفعات جديده من ابنائنا بينضموا لحماه الوطن خير اجناد الارض. الاحتفال الثاني هيبقى بيتزامن مع احتفال بولادنا، احتفالنا بثوره يوليو المجيده اللي بتحل ذكراها 66 بكره ان شاء الله. الثوره ثوره 23 يوليو ثورة أنقذت مصر من الظلام، ثورة وضعت مصر على الطريق الصحيح، الثورة اللي جسدت قيم العطاء والتضحية والفداء، واللي تجلت عندما وقف رجال القوات المسلحة في تلاحم فريد مع آمال الشعب المصري العظيم لصون مقدرات الوطن، إعلاء قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع فئات الشعب.